عمك يهمني عمك رقم حضرتك الاخ اللي هو الهلال المحترم اللي حمل بيت هناك في بيت حمد انا سبت هناك دلوقتي المؤتمر انا عامله عشان اجي اشوف الناس عشان خاطر نشوف ونحدد مين ايه اللي حصل وايه السبب اللي حصل. طب احنا دلوقتي الناس اللي فوق شرشاب الحته دي برضه عايزين حمايه. اه شرشاب بقى انا عايز الحته دي تتحمل بس احنا مش عايزين حاجه خالص كده. دلوقتي بالنسبه للعيش ايوه مفيش دلوقتي لحد قادر ينزل فوق. لا ما نعرف انا دلوقتي ده امر المدير التمويل بيعمل 10 دقائق في الغيب ادي خدمه حضرتك معانا. نعم وجاهزين هم جاهزين كمان ساعه هتقدر حد ياخدهم. تمام.